اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. في ظل كورونا سيطرت على كوكب الارض، وتاجيل الماتشات وتاجيل مانشستر يونايتد وتاجيل كل الدوريات، والاهلي حتى على الاهلي تاجل، كله تاجل يا جماعه. وحتى الافلام، فيلم باتمان اتوقف انتاجه، وكل مسلسلات نتفليكس اللي لسه ما اتعملتش وقفت وكله عطل. بس انزل لنا الحلقة الأخيرة من كل أسبوع يوم جمعة، ومسلسل إليت اللي أنا هتكلم عنه في حلقة تانية الأسبوع ده كده خلص. مسلسل كل أسبوع يوم جمعة ولازم أتكلم عنه، وقلت لكم إن أنا هتكلم عنه كده، وبتأسف للناس اللي أنا ما عملتش ممالك النار لأن أنا ما كملتوش أساسا، فبعتذر. هحاول أكمله وهعمل له ريفيو مع إنه متأخر، بس هحاول على قد ما أقدر. نرجع تاني لمسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، والناس فاكرة قد إيه أنا حمست الناس وقلت لهم يلا اتفرجوا على المسلسل ده يا جماعة، بجد إحنا بنشوف حاجة مختلفة جدا عن تاريخ الدراما المصرية، وده فعلا. وهنتكلم اكتر في الحلقه، بس عايزك تظبطني لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشترك على انستغرام بيج والفيسبوك بيج، ودوس على الجرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. في كل اسبوع يوم جمعه، طبعا يا جماعه انتوا شفتوا المسلسل وخلصتوه، انا بجد انا عاجز عن الكلام بجد عن المسلسل ده. انا بقالي كتير جدا الصراحه ما تعلقتش بمسلسل عربي بالطريقه دي، بقالي سنين طويله الصراحه. وزي ما انا قلت، هم عملوا حاجه جديده في تاريخ الدراما بالنسبه لي، لان فكره انك انت تتعلق بعشر حلقات، ومجرد عشر حلقات بس، ومسلسل فيه دموية وقتل بطريقة عمرك انت ما شفتها في الدراما او في السينما عامة، وفوق ده اخراج غير طبيعي لمحمد شاكر خضير، وممثلين بقى من طراز رفيع زي الفنانة الكبيرة منة شلبي والفنان الكبير آسر ياسين. دول اكتر اتنين طبعا انتوا تعلقت بيهم في المسلسل، واكتر اتنين او اكتر شخصيتين يعتبر طلعوا قدام الشاشة ليك في المسلسل كله في ظل العشر حلقات كلهم. احب اقولك ان انا بالنسبة لي الفنان آسر ياسين في المسلسل ده هو اعلى اداء او اعلى دور تمثيلي هو عمله بالنسبة لنا في تاريخه الفني. بجد عمل دور الشاب المريض بطريقة مختلفة وطريقة جديدة، وتمثيل اكتر من رائع، والكيمياء اللي ما بينه وما بين الفنانة الرائعة منة شلبي فوق الرائعة. وفي ظل ان المسلسل فيه ضلمة ودارك وقتل وكل الكلام ده، بيطلع منه افهين او ثلاثة زي نيلة لما بيقولها، انت من نفسك كده مش بتضحك، بس اللي هو انت فاهم ايه اللي هيحصل. ونيجي بقى عند الفنانة الكبيرة منة شلبي. منة شلبي ممثلة هوليوودية فعلا يا جماعة، بجد ممثلة اكتر من رائعة، وفي المسلسل ده بالذات يكفي تعبيرات وشها في اوائل الحلقات، وتطور الشخصية، والشخصية عليت ازاي وعملت ايه وكل ده عملت ايه. وانا عارف ان في ناس كتيرة جدا هتقول هي ليه وصلت لكل ده، طب هي ليه عملت كل ده اساسا. ايوه احنا عارفين الموضوع ده بيتعمل بدافع الانتقام وكل الكلام ده، بس برضه مفيش بني ادم عاقل او بني ادم طبيعي هيعمل او يوصل دماغه للمرحلة دي من القتل والجرائم والقطع والتقطيع وكل الكلام ده. معاك في كل اللي انت بتقوله، بس افتكر ان ده كتاب للكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد يا جماعة، وانا بجد انبسطت جدا بالكتاب ده من خلال المسلسل لان انا ما قريتوش. وحاجة كمان كده احب اقولها لك على جنب، ان انا من كتر من المسلسل بيحمسني من حلقة للحلقة للحلقة، انا وصلت مثلا قلت للحلقة الستة او السبعة قلت لا انا اروح اشتري الكتاب بقى واعرف النهايه ولا ايه، بس قلت لا يعني حرام، يعني جيت عند اخر ثلاث حلقات وقلت اكمل المسلسل. هرجع لك تاني بقى لمنة شلبي وادائها التمثيلي، شابوه بجد، يعني هي وآسر ياسين يعني مثلوا اللي هو بصوا يا جماعه احنا بصوا ممثلين تقال ازاي ومختلفين ازاي فعلا. شابوه تاني، لا بجد انا مبسوط بيكو جدا، وكل الممثلين جامدين يا جماعه، يعني بجد يعني مش عايز اقلل من حد. الفنان او الشاب الناشئ احمد خالد صالح يا جماعه في المسلسل ده، بقول لك وقلت لك في الحلقه الاولانيه ان انا كنت حاسس بريحه خالد صالح كده، مش كتقليد بس حاسه روحه حواليه حاجه كده، يعني الله يرحمه خالد صالح. وهو برده من ضمن اكتر ممثلين بالنسبه لي ولاد فنانين بجد، موهبه عاليه، موهبه مش مجرد كده،
موهبه. انا بالنسبه لي احمد خالد صالح موهبه عاليه جدا ولسه قدامه كتير. حتى ميار الغيط يا جماعه كانت قايمه بدور من اعلى ادوارها بالنسبه لي، وايضا الفنان الشاب الناشئ خالد انور، والفنان القدير عبد العزيز مخيون، والفنانه القديره سوسن بدر. بس نيجي بقى عند حاجه هقول لك عليها بالنسبه لي هي ممكن تعلي الريتنج. عارفين انا قلت لكم الحوار ده مليون مره قبل كده، ان فعلا الموسيقى التصويريه بتاعت اي مسلسل بتعلي بالنسبه لي. لو فعلا ممكن يبقى مسلسل حلو جدا وموسيقى تصويريه سيئه، ممكن يقلل لك من رتم المسلسل وممكن يقلل لك من حلاوه المسلسل، والعكس صحيح على راي علي. بس هشام نزيه يا جماعه بالنسبه لي هو ده الرأي، يعني نمبر 1 في مصر في الموسيقى التصويريه في خلال اخر 10 سنين. عمل سكورات الفيل الازرق ما اقولكش، والسبع وصايا، ويا بص كتير كتير. لكن في المسلسل ده ابداع هشام نزيه. هشام نزيه وصلك لمرحله تانية بجد في الموسيقى التصويريه. مش بقولك ان هو عمل حاجه جديده، بس الموسيقى التصويريه كانت مؤثره جدا وكان عامل مهم جدا في المسلسل ده بالنسبه لي. او بالمناسبه كده عشان علي قالها لي، انا هعمل حلقه كده عن الناس اللي بيقدموا موسيقى التصويريه في تاريخ السينما تقال جدا، يعني زي ياسر عبد الرحمن هتكلم عنهم في الحلقه. يعني برضه انا مش عايز انسى حد من الممثلين لانهم كلهم ابدعوا بجد، يعني الممثل الشاب محمد حاتم اللي كان قايم بدور وكيل النيابه، وايضا الظهور الخاص للشيف سلامه. يعني الشيف سلامه كان غالبا طلع في العشر حلقات، وكل حلقه لازم يكتبوا لك في اول الحلقه ظهور خاص للشيف سلامه. طب ما كنت تحطوه في التتر وتنجزه، يعني انا مش فاهم طب ليه ظهور خاص طالما هو طلع في العشر حلقات. وفعلا شريف سلامه انا كان بقالي كتير قوي حاسس ان انا ما شفتوش، يعني وكان قايم بدوره حلو جدا. طب ايه يا ابو حميد السلبيات في المسلسل؟ احب اقول لك ان انا بجد كانطلاق او بدايه شاهد او منصه شاهد او بدايه ان احنا ابتدينا نعمل الكلام ده، نعمل مسلسلات تحس ان هي زي نتفليكس. مسلسلات انا نفسي تنزل نتفليكس شخصيا والناس بتوع بره يتفرجوا عليها، مش عشان تويستاية ومش عشان قصه مختلفه تماما عن اي قصه مختلفه وكده. مسلسل معمول حلو قوي كاخراج كمونتاج كموسيقى كتمثيل ككل حاجه، كل العوامل عجبتني جدا في المسلسل. وفي الاخر تقييمي لمسلسل في كل اسبوع يوم جمعه هو 10 من 10، وده اول مسلسل عربي في حياتي اديله 10 من 10 في الشانل هنا. ايوه يا جماعه اديله 10 من 10 ليه؟ لان انا فعلا عايز حاجات من دي كتير. دي تشجيع من الناس تعمل حاجات من دي كتير جدا. عايزين حاجات 10 حلقات كتير، عايزين 15 حلقه، عايزين الكلام ده، عايزين الاخراج ده، عايزين دم بالطريقه دي. واحب اقول طبعا تنويه في الاخر طبعا للناس اللي ما بتحبش جو الجرايم وجو الدم والدمويه، ما تتفرجش على المسلسل ده خالص وما انصحكش بيه، لان فعلا في مشاهد تقيله جدا، في مشاهد دمويه جدا وقتل كتير جدا وكل الكلام ده. يعني لو الاطفال وكده والناس اللي ما بتحبش الحاجات دي ما تتفرجش على المسلسل. وفعلا يا جماعه هرجع واقول لك تاني الكلام ده، ما فيش مسلسل عربي شدني في الفتره اللي فاتت دي قد المسلسل ده. انا كنت فعلا بنتظر كل جمعه عشان لو بقى ايه ده النهارده جمعة المسلسل هتفرج ايه اللي هيحصل. فشابوه بجد لكل صناع العمل، وعايزين من ده كتير، وعايزين آسر ياسين وبنا شلبي يعملوا مع بعض حاجة تانية مختلفة. عايزين نستخدم الكتب يا جماعة، يعني شوفوا في كتب كده موجودة ممكن يتعمل منها مسلسلات وافلام كتير. ايوة تتعمل، ايه المشكلة؟ زي بره اغلبيتهم عايشين على الافلام دي والمسلسلات دي، زي ذا شاينينج ودكتور سليب، ويعني في كتير ستيفن كينج مثلا. بس يا معلم ده اللي انا اقدر اقولهولك عن المسلسل في كل اسبوع يوم جمعه. ما حبيتش اقول الحرق بتاع المسلسل ونهايته وكل الكلام ده، وفي ناس كانت بتختلف جدا عن النهايه وشافوا ان النهايه كانت قفلتها وحشه وكل الكلام ده. في الاول في الاخر هرجع اقول لك ان ده كتاب، فده كتاب فلازم يعملوا اللي حصل فيه. ممكن يبقى فيه تجويد، بس اعتقد برضو في النهايه مش هيبقى فيها تجويد قوي. وفي الاخر احب اقول لك برضو انا كنهايه، انا واحد صاحبي مثلا شاف النهايه ما عجبتوش خالص، انا شفت النهايه ودي وجهه نظري، انا كيفتني وشفت ان دي انسب نهايه. وفي ناس برضو كانت بتسالني هل ممكن يبقى فيه جزء تاني والكلام ده، اعتقد ان الكتاب ما فيهوش جزء تاني، واعتقد ان النهايه كده خلاص خلصت، يعني ما فيش حاجه يعني انت منتظرها تاني من بعد اللي حصل. بس وسؤالي ليك في اخر الحلقه، هل عجبك المسلسل ده؟ مبدئيا سيب لي رايك تحت في الكومنتات. وسؤالي ليك التاني، يعني غير ان هو عجبك ولا لا، ايه اكتر مسلسل عربي شدك في خلال ال10 سنين او اخر 5 سنين يا عم عشان ما اطولش الموضوع عليك.
لايك. ولو عجبتك الحلقة دي دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة، وعايزك تدوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقة أول بأول، وعايزك تشارك على الانستجرام بيج والفيسبوك بيج ونتكلم سوا مع بعضينا. وبعتذر الناس اللي أنا ما ردتش عليهم على الرسائل الأسبوع اللي فات، أنا فعلا كهربا كانت قطع عندي، يعني أنت شفتوا الأجواء والأعصاف والتنانين وكل الكلام ده. ولازم برضه أقول لبتوع أفلام بدوعي، يعني ما ينفعش، دي نصيحة، ما بلاش تجمعات يا جماعة، بلاش نسلم على بعض بالإيد، بلاش بوس وأحضان وبوس مبقع وكل الكلام ده اللي احنا متعودين عليه كشعبنا كله. واغسل ايدك بالمية والصابون 20 ثانية وخلي معاك السنتايزر الكتير ده، ويعني عايزين نحافظ على نفسنا يا جماعة، وان شاء الله الموضوع ده يخلص في اخر الشهر ونرجع بقى لكل الافلام وكل المسلسلات والدوريات، وان شاء الله ليفربول برضو ما يكسبش الدوري عندا فيكم. واحلى مسا عليكم، والنبي ناولوني الولاعة دقوا الشماسي، هي 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 هو هو هو، حبيناهم ومشينا معاهم، ودونا سيما اتاري سيما ما طلعتش سيما، واتاري بطن ما طلعش بطن، واخرتها ادوني بومبا بومبا بومبا.